أعزائي المشاهدين عبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تيلولومير، في هذا المساء مع ضيف حلقتنا من قامات وطنية مع سعادة الأستاذ عاطف قعوار. أهلا وسهلا فيك سعادتك. أهلا بيكي، شرفتوا. الإنسان بطبيعته مسيرة حياة وطموح وهدف، فهل بالإمكان أن تستعرض لنا مسيرتك الحياتية من وقت طفولتك ومرحلة الشباب ومرحلة الدراسة، والباقي نحن بنكمله خلال الحلقة؟ وانتوا تكملون عندكم؟ نعم. بس كملوه كويس. أكيد أكيد. أنا يعني كنت الابن الثاني للمرحوم والدي ووالدتي المرحومين، ولدت في المفرق. نعم. الوالد كان يشتغل في الاي بي سي مثله مثل كثير من الأردنيين، وبخص خريجين المدارس المسيحية، لأنهم كانوا يدرسوا الإنجليزي من الصف الأول الابتدائي، فكانوا هذول بالرابع ابتدائي خامس ابتدائي مثلا يكونوا مطلوبين للجهات العاملة في الأردن من الشركات الأجنبية أو الجهات الأجنبية. نعم. لمعرفتهم المبكرة باللغة الإنجليزية. نعم. فكان أبوي وعمامي وآخرين من الفحيص من الحصون من مادبة كانوا بيعملوا بالمفرق، وأنا ولدت هناك لما كان والدي يبحث عن الماء والكلى راح يشتغل في المفرق، بعلما بأنه إحنا من الفحيص، إحنا يعني بلدنا الفحيص، فولدت في المفرق. قليلا عشنا وقتها، الوالد ترك الشغل بالاي بي سي، سكرت اثر نكبه فلسطين. فكان الاي بي سي هي ايراك بتروليوم كومباني، شركه نفط العراق، وكانت تضخ من كركوك تضخ النفط الى حيفا. وهذا الخط كانت المفرق محطه من محطاتهم. فلما صار أعلنت دولة إسرائيل وصارت النكبة نكبة فلسطين، أوقف هذا الخط. نعم. فبذلك ترك الشركة كثيرين من الموظفين اللي كانوا يعملوا فيها، واضطر الوالد للعودة إلى الفحيص اللي هي بلدنا. أنت عم تحكي على زمن سنين الأربعينات، 48 نهاية الأربعينات. نعم، بعد 48. نعم. فعدنا إلى الفحيص وعشنا بالفحيص. ورجع الوالد يعمل بالزراعة اللي هي مهنة أبوه. بالرغم أنه كان يعتبر متعلم في ذلك الحين، يعني بخلص رابع أو سادس ابتدائي لا أذكر تحديدا. فرجع، كان في عنا يعني أراضي زراعية خصبة جدا اللي هي دابوق، اللي لازم بعدها لليوم جزء منها إلنا، وكانت معروفة بالقعورية وكانت خصبة جدا، يعني لما كانت تمحل في المملكة كانت تغل في دابوق. فرجع والدي الله يرحمه للعمل بالزراعة، بلش يفلح الأرض ويزرع سنة دخان وسنة قمح. دخان يرهق الأرض، فكان يريح يزرع قمح السنة اللي وراها. فأنا وأخوي فخري الله يعطيه الصحة، أنا وأخوي فخري كنا ندرس في مدرسة اللاتين بالفحيص. وكنا حقيقة أنا وياه يعني، وخاصة أنا كنت يعني من الطلاب الشاطرين في المدرسة، شاطر كثير كنت. وكنت أنا وياه نجلس على نفس الرحلاية، نفس البنك، ونفس الكتاب، إلا الدفاتر مختلفة لأنه في واجبات وكذا، لكن نفس الكتاب. وكانت المرحومة الوالدة امرأة مستورة مكافحة الله يرحمها، كانت تعمل لنا كيس نحط فيه الكتب يعني على غرار الشتات اليوم، وتطرزلنا عليه وتكتب أسامينا وإلى آخره. وكنت أنا وأخوي فخري نختلف مين بده يحمله، لأن الكتب الكتاب واحد مشترك لنا اثنين، فيقنعني أني أنا أحمله بالروحة وهو بيحمله بالرجعة. بالرجعة يتركه ويركض. أيوة. ويترك تصفي الروحة والرجعة أنت. والرجعة. يعني الجهود اللي بذلوها والأوضاع اللي كنا فيها حقا أنهم مكافحين. نعم. ويستاهلوا الإكرام والتقدير. يعني ربنا قال أكرم أباك وأمك، فنكتفي نحن بالإكرام، لكن يعني يستحقوا العبادة. نعم. إن كان رحمة الوالد أو رحمة الوالدة. يعني إحنا هلا من خلال هذا البرنامج وهاي اللقاء نذكرهم إن شاء الله بالخير، ربنا يرحمهم
وخلي أولادهم اللي عادين هلأ فخورين أكيد فيهم يذكروهم بالخير أولاد أولادهم كمان. هو اعتزازنا وفخرنا أنه من هذا الأجواء وهذه البيئة المعدمة أنهم قدروا يصنعوا رجال نعم. يخدموا الوطن نعم. هذا وقدروا فخر. يعلموهم ويدرسوهم وحقيقة نجحوا نجاح باهر. ولو كنت أنا بوزع الجوائز أعطيتهم الجائزة الأولى في صمودهم وفي تضحيتهم واستبسالهم في العطاء. حقيقة هذا عطاء ما بعده عطاء. نعم. رائع جميل. طبعا خلصت المرحلة الابتدائية من الفحيص. خلصنا المرحلة الابتدائية من الفحيص وذهبنا من جديد للمفرق. الوالد لقى شغل مع شركة أجنبية. رجعتم من الفحيص للمفرق. للمفرق مرة ثانية اللي هي شركة التاب لاين. نعم. وقضى معظم حياته إلى أن يعني سكرت الشركة ورجع على الفحيص مرة أخرى. يعني أنهيت الثانوية بالمفرق. إحنا الإعدادية في المفرق ما كان فيها الثانوية كان فيها إعدادية. فعدنا إلى المفرق ثانية اللي هي أقرب نقطة فيها حياة يعني كمدينة إلى شغل الوالد. شغل الوالد كان في الأريتين أو نعم. الرئتين اللي هي قريبة من الصفاوي اليوم. نعم. اللي كان اسمها H5. باي ذا واي أنا ذكرت الاي بي سي وذكرت إنه خط حيفا. في عندنا كان مواقع في الأردن H4 H5 نعم. المفرق بعدين حيفا. نعم. هذا امتداد الخط الأنابيب. وفي الجهة العراقية في H3 H2 H1 وهكذا. نعم. وهي ترمز إلى حيفا 1 حيفا 2 حيفا 3 نعم. محطات الضخ اللي بتضخ البترول إلى حيفا وتصدر نعم. يصدر إلى أوروبا. نعم. فكانت الوالد شغله قريب من H5 فأقرب مدينة إله بيقدر يعيش فيها وفيها مدارس لأولاده هي المفرق. فعدنا إلى المفرق ثانية. نعم. والمرحلة الإعدادية كانت في المفرق. وبنفس الطريقة أنا وأخوي فخري ننزل على المدرسة سوا ونرجع مع سوا وهكذا. ونقعد على نفس الرحلاية ونفس الكتاب وإلى آخره. كيف أنك أنت بداية شبوبيتك أنك تتعرف على هالقامات كمان؟ قامات هامة جدا. ثقافية علمية أدبية سياسية صاحبة مبادئ صاحبة قيم. يعني أكيد هذا كليات وأضفى وغزة ثقافتك ومعرفتك. نعم. عشان هيك نقلتها لما دخلت العمل العام والسياسي والوطني كلها. يعني أنت عندك هالمبادئ قاعدة كانت صلبة من المعرفة والثقافة والأفكار اللي كانت كلها تهدف إلى الوطن وحبك لوطنك وحبك لبلدك لشعبك لفئة الشباب خاصة لأنك كنت مع بهاي الفئة الطلابية أنك تحب تساعد وتخدم. وهذا اللي خلاك كمان ممكن أنه حببك أنك تشترك بالعمل العام والسياسي. لكن نحن بدنا نكمل انه نخبر الطلاب اللي بروحوا بيختربوا ويدرسوا كملوا شهاده جابوا شهاده الهندسه المدنيه. فكملت انت الهندسه المدنيه ورجعت لبلدك مثل ما بعرف خدمت بلدك بقطاعات الانشائيه والعماره. هاي يعني بقدر اختزل حياتي في هالمحطات هاي في يوغوسلافيا. وعدت إلى الأردن. لكن حقيقة العودة للأردن لما جيت فرص عمل موجودة لكن الرواتب ضعيفة. طيب أنا كنت أصرف وأنا طالب أكثر من الراتب اللي بدي أخذه. كانت الرواتب 200 دينار و180 دينار و150 دينار. أنت بتحكي هلأ بالسبعينات؟ لا بداية الثمانينات. بداية الثمانينات فالرواتب شحيحة جدا. طيب أنا زلمة أيضا كبرت بالعمر وصلت سبعة. ما تجوزت؟ كنت لسه أعزب. يعني ما اخترتش حتى مثل بقية هالطلاب هالشباب اللي بيروحوا بيسافروا بيختربوا بيجيبوا كمان العروس مع الشهادة. لا أنا ما كنت مقتنع بالزواج من أجنبية بغض النظر. نعم. لأنه لما تيجي على البلد بدي أكون أنا يدها ولسانها. نعم. وظروف العمل لن تسمح بأن أكون لا هذا ولا ذاك. نعم. فكنت بعتبر أنه يعني أنا بكون أناني جدا وبحرمها من كثير من حقوقها بهذا الزواج. فهذا الزواج غير عادل وغير منصف. فبدأت تتجوز من بلدك. فقلت لا من طين بلادك. حلو. فالمهم رجعت الرواتب شحيحة
نعرض عليه راتب 200 دينار كان من أعلى الرواتب أنا ذاك. نعم بالثمانينات. طيب. كمهندس كمان. مهندس طيب بدي أشتري سيارة، طيب أبوي اشترى لي سيارة. نعم. وما بقدرش أطلب من أبوي فوق اللي صرفوا علي. نعم. كل فترة بقدرش أطلب منه فلس واحد اللي صرفه بكفي. فقررت إني ما أطلب منه ولا شيء، فكانوا إخواني الله يديمهم يفقدوني بكروز دخان ببنزين. أيوة. السيارة يأخذها مني وإنه معبيها بنزين إلى آخره. فما بقدر يعني هذا الراتب ما بفتح بيت، ما بصرف علي لا دخان ولا ترخيص سيارة وتأمينها وبمصروفها، فبديش وظيفة. قررت أعمل بالقطاع الخاص، لكن أيضا خلفيتي عن السوق ضعيفة. فالمهم فكرت، كان في كثير من الشركات اليوغوسلافية بتعمل في الأردن آنذاك، فزرتهم كلياتهم، تعرفت عليهم، دعيتهم، دعوني إلى آخره. فحصل أنه في شركة عندها كانت تعمل في مجال النفط، أنه في عندهم مشروع شهر. صغير. فقالوا لي شو رأيك في هذا؟ قلت له أوكي. قال الشغل إحنا ما نقرر فيه، لكن التمويل من سلطة المصادر الطبيعية. نعم. كانوا هم مستأجر الحكومة الأردنية من خلال سلطة المصادر الطبيعية مستأجر الحفارة لحفر أبار نفط. فيه كان مشروع أطلقته الحكومة الأردنية آنذاك مطلع الثمانينات، المشروع الوطني للتنقيب عن البترول في الأردن. نعم. فورجوني الموقع وكذا. أنا وصديقي الله يرحمه خالد حدادين سعرنا ورتبنا الأمور وكذا وإلى آخره، وقدمنا وطلع لنا الشغل. كان تنافسي وجاءت عدة عروض، كان عرضنا هو الأنسب والأرخص. فالآن أنا بدي أبدأ من الصفر، أنا بيكب ما عندي، مجرفة ما عندي، ما عندي شيء، فأنا بدي أبدأ من الصفر وما معي مصاري، ومن أبوي بديش أطلب، قراري أني ما أطلب منه. نعم. فروحت على البنك وأخذ قرض، فقال لي بدك كفيل، فجيت ناديت أبوي يكفل لي. نعم. فقال لي يا أبا شو بدك بهالسلافة، أنا بعطيك. قلت له يا بلا تكفلني، غير هيك ما بقبل. فكفلني فعلا، فأخذت مبلغ كجاري مدين، مولت فيه شغلي، اشتريت ما يلزم وأتممت شغلي بنجاح باهر. وبجوز عرجنا على كيف راحوا يدرسوا على مشاق الشغل في الصحراء. نعم. كان الشغل شاق جدا في الصحراء ومتعب جدا. نعم. وإحنا متعودين في كطلاب كنا على حياة طرية، يعني مش الحياة، الحياة كانت صعبة جدا في الصحراء، العطش والجوع والضياع والبناشر والكذا والآخر. لكن لما في إرادة بعتقد أنه الإنسان يستطيع أن يتغلب على كل شيء. اشتغلنا في الصحراء قاعدة الريشة واحد بالفيضة جنب الرويشد. نعم. اللي هي في منطقة الشعلان. ونشأت صداقة عميقة بيني وبين الشيخ محمد الطراد اللي هو أخو لورنس الشعلان، بحكم الجيرة إحنا بنشتغل هون وإحنا كنا قريبين منهم. حلو. في الصحراء، في الصحراء اشتغلت كل، أصبحت المقاول الوحيد لكل الأعمال الهندسية للمشروع الوطني للتنقيب عن البترول. وكل الفضل والشكر الله يرحمه كمال الجرسات اللي دعمني دعم صادق، وهو رجل أيضا من الناس الأفاضل الله يرحمه، يعني ترك بصمات كثيرة. نعم. على في مجال المشروع الوطني للتنقيب على البترول، كان هو مدير دائرة البترول وثم أصبح مدير عام لسلطة المصادر الطبيعية، وهذا الرجل يجب أن نذكره بالخير وأنه في حقه. اشتغلت إلى أن مات المشروع الوطني للتنقيب على البترول، بقيت مع المشروع. وآخر مشروع اشتغلناه في عجلون في ساكب قاعدة لحفارة بترول، ووقتها انتهى وقت دخول العراق في الكويت. كان هذا. نعم. نهاية. لكن حبك أنت بالعمل في مشروع التنقيب. نعم. في بالصحراء الأردنية، كنت أنت تعشق الصحراء. نعم.
كنت يعني أقتبس من كلامك، كنت تحكي تعجبني الصحراء في الأردن أكثر من المدن التي أصبحت مشوهة. نعم. لماذا؟ نعم. على الأقل يعني الصحراء لم تعبث بها يد الحضارة. نعم. ولا يد العمران ولا يد الإنسان. بقيت الصحراء على خلقة ربها. نعم. مثل ما هي جميلة بليلها، بالطيور المهاجرة لما بتشوفيها هنا. نعم. جميلة بتكوينها، بتشكيلها، بتضاريسها، بطبوغرافيتها، بوديانها، يعني كانت جميلة جدا. وحقيقة كنت أرتاح لما أروح هناك، وأهنى نوم كنت أنامه بالصحراء، أهنى من نوم عمان وأي مكان ثاني. هي يعني الجمال أنه لم تعبث بها يد الإنسان. نعم. يعني الآن نشكل إحنا جمعيات لحماية البيئة. نعم. وبنعمل محميات وكذا وإلى آخره، فهي محمية طبيعية بدون دخول الإنسان لها. نعم. ومقارنة بالمدن، فالمدن شوهت بالتنظيم العشوائي. يعني هون بدي أجي على السؤال، إنه رأيك الشخصي في الحركة العمرانية بالأردن، رأيي عمل التوسعة والصيانة وال... هل يعني يعني الـ الـ هل تسير ينضف شأن شأن كل معايير المدن صحيحة؟ لا، غير صحيحة أبدا. وال الجهات التنظيمية الآن أصبحت تعاني من نتائج أفعالها. يعني الآن شوفي أنت قديش قاعدين بيستبيحوا عمان في أن يؤسسوا بنية تحتية للباص السريع. نعم. لو كان في تخطيط مسبق، وهذا التخطيط يأخذ بالحسبان التطور اللاحق. نعم. لحركة السير، لحركة نمو السكاني، لكيف هذا يعني أنا كان صديقي في بلغراد وزير الأشغال العامة والإسكان عندهم. نعم. فمرة بدي أزوره قال لي أرجوك عاطف لا تيجي قبل التاريخ الفلاني. نعم. لأنه في عنا إقرار المخطط الشمولي لبلغراد سنة 2200 بخططه لل 2200. نعم. إحنا هون التنظيم يتم على بالقطعة. نعم. يعني ممكن يكون هذا المكان تنظيم ألف بأحكام خاصة، والقطعة الملاصقة تنظيم باء أو جيم. نعم. يعني أنا بتذكر مرة رحت أشتري بيت قصر بدون تسمية. نعم. أصحابه، فالرجل بده يبيع بتراب المصاري لأنه محاط بأربع بنايات شقق ومكشوفة بركة السباحة ومكشوف كل شيء. نعم. فعاف المكان وبده يبيع. نعم. فلا يجوز يعني إحنا يعني التنظيم بالأساس بالحي، هنا سكن ألف، هنا سكن باء، هنا سكن جيم. نعم. هنا تجاري محلي، هنا يعني لخدمات، هنا مدرسة، هنا مستشفى، هنا مستوصف، هنا ملحمة، هنا خضرجي، هنا كندرجي، هنا كذا. يعني بيسموا الحرفيين اللي راح يكونوا في خدمة الحي. نعم. وعلى أساسها يعني يتم التنظيم. وليس أنا بدي أحول من سكن إلى تجاري، بحول من سكن إلى تجاري بس بدفع. بدي أنظم بأحكام خاصة، بدفع بنظم بأحكام خاصة. فلا يجوز. فهذا التنظيم العشوائي اللي بنعاني منه، والخطأ الجوهري الفادح اللي إحنا هاي المناطق اللي إحنا بنسكن فيها ونعيش فيها منها أراضي زراعية خصبة كانت. نعم. أنا بذكر طلع العلي وخلد ومن ثم أراضي زراعية خصبة جدا. نعم. أنشأنا فيها مساكن، ورحنا على الصحراء أنشأنا مزارع. نعم. يعني المسألة بالمشقلب. فروحنا ندور على مياه. وهنا كانت مروية، كانت من ربنا، كان فيها الشتاء وفير. نعم. وأيضا مناطق أثرية. يعني لما بتقولي أنت الصويفية هي ودير غبار هنا. نعم. كان دير. نعم. اسمه دير جابريلا. نعم. القديسة جابريلا. نعم. والصويفية سانتا صوفيا. نعم. فمناطق أثرية ومناطق تاريخية ومناطق زراعية حولناها لمساكن واستبحناها. نعم. لكن الصحراء فعلا لا زالت وفية وكما هي. فهي وجهة نظري بهذا. نعم. التنظيم. سعادتك دخلت المجلس إذا. نعم. نعم. نعم دخلت المجلس، وكمان من سيرتك الحياتية اللي استعرضتها يعني مش غريب علينا أنك أنت تفكر بالعمل النيابي وتدخل مجلس النواب.
فعم نلاحظ مؤخرا ممكن كتير عم بيطخوا على المجالس النيابية المؤخرة إنها مش عم تحدث تغيير، فممكن يعني تعطينا لماذا؟ مع إنه المجلس النيابي هو المفروض إنه المشاكل اللي بتعرض لها الإنسان إنها تحل في هالمجلس وإنها تلاقي الحلول، لكن لاحظنا مؤخرا المجالس النيابية عبر يعني عدة مجالس ما حققت المراد. للحقيقة احنا كنا بنحكي انه اصلاح البنية العمرانية وقانون التنظيم، نعم هذا على مستوى، وقلت لي جزء انه هذا المشكلة مش مشكلة جزء من الاصلاح الشامل. نعم، وانا بحملتي الانتخابية السابقة نعم رفعت شعار الاصلاح الوطني الشامل، الاصلاح الوطني الشامل، وكان شعاري لوطنا به نكتمل. نعم، والإصلاح الوطني الشامل يبدو أنه لم يعد كافيا. نحن وصلنا إلى مرحلة نحن بحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة الأردنية بما فيها المؤسسة التشريعية، مؤسسة البرلمان. نعم. وهذا لا نستطيع إعادة بناء مثل هذه المؤسسات إلا بالإصلاح السياسي وبإرادة سياسية صلبة تقوم على إصلاح العمليات بشكل يلبي مقتضيات الحال. نعم. الإصلاح السياسي عندنا يتمركز في 4 محاور رئيسية: قانون الأحزاب، وقانون الانتخاب، نعم، وقانون البلديات، وقانون اللامركزية التي ولدت حديثا. وأنا في حينها قلت أنه هاي اللامركزية ستولد ميتة. وكان لي محاضرة في ملتقى الأردن الثقافي في السلط، في بلدية السلط، عندما كنا بصدد إقرار قانون الانتخاب وقانون اللامركزية، وحكيت عن اللامركزية أنه فهاي القوانين الأربعة حكيت عنها، يعني لما بقول أنه ولدت ميتة في عندي أسبابي. اللامركزية تأتي من تحت لفوق وليس من فوق لتحت، يعني من حياة سياسية ناضجة تشكل هذه البنية اللامركزية، ويجب أن تعتمد على قاعدة مادية صلبة وليس على مديونية هائلة. فإحنا الشروط الأساسية لتوفير لامركزية ناضجة واعدة غير متوفرة. فما هو اختلاف مجالس اللامركزية عن مجالس البلدية؟ لا يوجد أي فرق. ونفس الشيء يعني، والحديث فيها يطول، لذلك لا أجد أي جدوى من وجود هاي. وبدلنا اسم وزارة البلديات بوزارة الإدارة المحلية حتى تكون هذه اللامركزية تتبع لوزارة البلديات. في عنا قانون الأحزاب. قانون الأحزاب في كل دورة انتخابية يعرض على مجلس النواب وتعاد قراءته ويتم تعديله، لكن هذا التعديل ليس هو فقط المطلوب. التعديل قد يكون مطلب، لكن هو الإرادة الفعلية لبناء أحزاب سياسية فاعلة. يعني كثرة الأحزاب عندنا، احنا عندنا 52 أو 53 حزب، لكن الأحزاب القوية اللي يعتمد عليها ويعتد بها بجوز ما تتجاوز 5 أو 6. نعم، تجاوز عدد الأصابع اليد. والأحزاب 5 أو 6 هي أحزاب يسارية وقومية، وأحزاب يمينية، وأحزاب وسط. وهي كانت يعني مطلب لجلالة الملك بأن يكون عدد الأحزاب محدود وأن تمثل اليمين واليسار والوسط. نعم، إضافة للأحزاب الدينية. نعم، مثل حزب جبهة الوطن الإسلامي. فالأحزاب الدينية أيضا، وبعتقد أن الأحزاب الدينية هي باتجاه واحد، هي أحزاب بس إسلامية، لا توجد أحزاب دينية لطوائف أخرى. نعم، فلذلك يعني لو هذه الأحزاب، وعلى ذكر الأحزاب وبرامج الأحزاب، إذا قرأت برامج الأحزاب السياسية كلياتها لا تختلف عن بعضها أبداً. كوبي بيست وبجوز بالصياغة، يعني يقدم المبتدأ ويؤخر الخبر وهكذا. نعم. ويعني فلا تختلف عن بعضها،
ففي عنا إحنا شغلتين بدي أحكي فيها: النزعة الذاتية وحب المناصب وحب الوجاهة، هذا جانب. وجانب ثاني، ما عادت روح التضحية مثل ما كانت. نعم، روح البذل والعطاء. نعم، والتضحية. أنت دائما كنت تقول أنه أنا لا أسعى لا للمناصب ولا المال الوفير ولا إشي بعملي وحياتي. دائما كنت أنك أنت ممكن هذا هو السبب اللي كمان دائما تردد هاي المقولة. هاي اللي بسميها أنا، آسف على مقاطعتك. نعم، بسميها النرجسية والأنانية الذاتية. نعم، هاي اللي كل واحد بحب يكون أمين عام حزب، كل واحد بحب يكون. أنا طلبت أكون أمين عام عدة أحزاب ورفضت. نعم، وما بدي أكون ولا بحزب، بدي أكون بكل الأحزاب الفاعلة التي تعمل من أجل خدمة هذا البلد. نعم. إذا إحنا خبرتنا الحزبية بالبلد هون مش يا إحنا مش فاهمينها بالضبط شو المطلوب منها الأحزاب، أم إنه منتطلع زي ما أنت تفضلت بالنرجسية اللي هي منتطلع على الذات. إنه شو أنا اللي بدي أحقق؟ لا لا والله، بدي أقول لك كان في عنا كوادر حزبية كانوا جهابذة في التنظيمات الحزبية وفي الطرح السياسي وفي الطرح البراغماتي العملي الموضوعي. كان في عنا جهابذة. نعم، والسياسيين كان في عند القوميين أو اليساريين أو عند فصائل الثورة الفلسطينية في الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية. نعم، واللي انقلبوا كل تنظيماتهم السياسية إلى أحزاب. أحزاب، نعم. فيعني كان عندهم كوادر متقدمة جدا يعني، ويحضرني الآن يعني بعض الأسماء اللامعة والقديرة على أنها تخوض المخاض المطلوب من أجل رفعة البلد وخدمة البلد. ويعني من الأحزاب الجديدة اللي يجب إشراكهم، يجب إشراكهم. نعم، بالسلطة، يجب إشراكهم بالحكم من أي وجه. أولا حملهم المسؤولية. نعم، وأشركهم بالقرار. ولا أجد الآن ولا أشعر بأي خطر على النظام أو على الحكم أو على البلد من أي جهة من هذه الأحزاب. نعم، لسبب: كانت السلطة تقاوم هذه الأحزاب وتمنع حضورها. نعم، وتلاحقها وتطاردها. وكانت التهمة الرئيسية أنه الشيوعيين يتلقون الأوامر والدعم من موسكو. نعم، راحت موسكو. البعثيين يتلقون الدعم والتعليمات من دمشق ومن بغداد. طيب راحت بغداد وراحت دمشق، فالآن لا يتلقون، فكل واحد صار شوره من راسه. نعم، ومرجعيته مصلحة البلد، مصلحة البلد. نعم، وما في واحد في هذول الأحزاب كلها يتطاول على مؤسسة العرش. نعم، تبقى مؤسسة العرش هي المؤسسة الرائدة والقائدة ثابتة. فهذه الأحزاب هي لا يوجد منها خطر، فلماذا لا تشرك في القرار؟ ولماذا لا تتحمل جنبا إلى جنب المسؤولية؟ يعني جميل. هذا الحكي يقودنا إلى ما وعد به جلالة الملك الحكومات البرلمانية. نعم، كان موعود مجلسنا بالحكومات البرلمانية وكان فيه مشاورات، وأنا حكيت في كلمة الثقة بدولة عبد الله نسور إنه صارت المشاورات من أجل برلمان حكومي وليس من أجل حكومة برلمانية. نعم، جميل. سعادتك، ماذا عن تجربة أخوين اثنين في البرلمان؟ تجربة رائعة. أنا حكيت لك يعني علاقتك نعم قوية، فكان قوية جدا كيف يعني بالعمل السياسي. عمرنا ما كنا أنا وأخوي فخر اثنين، إحنا واحد. نعم، وأقرب ما نكون للتوامين. وأنتم قريبين كمان بمبادئكم أفكاركم بأفكار بتوجه. أنا تلميذه يعني. نعم. مع أنه هو يكبرني بسنة فقط. فخري يعني ترشح للبرلمان بعد أن كان صحفي لامع. نعم، كان يكتب زاوية يومية في جريدة الرأي. نعم، كان اللي متابعة شيء ما. نعم، وحقيقة هذه الزاوية كانت تلامس هموم الناس. نعم، وكانت تدافع عن مصالح الناس، وكانوا الناس يقدروها تقدير بالغ، وكانوا يقدروا فخري تقدير كبير. فخري ما كان يعرف هذا الحكي، بس نعم، أنا كنت أعرف. ففخري كان يدخل كل صباح من خلال جريدة الرأي إلى بيت كل مواطن أردني.
طبعا الى مكتب كان له متابعين يعني من الجريده واول ما يقرا تقرا زاويه فخري وكتب مقالات مهمه جدا بتذكرها يعني لا مجال الان لذكرها. ففخري كان له تقدير واسع وقبول واسع من كافه جماهير شعبنا الاردني من الرمثة للعقبة. ففي خريف او في ربيع عام 67 سوري 87 قال جلالة الملك حسين الله يرحمه قد تجري الانتخابات هذا الخريف. نعم. موعدها الدستوري في شهر 11. نعم. فالناس بلشت تحضر للخريف لكنها ما حصلت. فأنا كنت متزوج حديثا ما عندي أولاد. فناديت أخوي فخري. أجي عندي قلت له اسمع في فراغ سياسي في الزعامة المسيحية في عمان وأنت اسم لامع ومقبول وبدك تترشح للانتخابات. فخري ما كان في باله هذا الطرح. فقلت له اسمع أنا عندي أمنيتين بعديهم إذا تحققت بقدر أودع راضيا مرضيا. قلت له يكون في عندي ولد حلو وأشوفك نائب. سلام. فتداولنا بالأمر فشفنا في أرضية سليمة ممكن جهدنا وعملنا أن ينتج نائب. نعم. فبلشنا لكنها لم تجري فجرت بالتسعة وثمانين. نعم. فاشتغلنا عليها وقمنا بالاتصال مع كافة الجهات ذات الوزن. نعم. في الساحة الأردنية لدعم فخري ووعدنا بالدعم من كل الجهات وكان اسمه يلقى قبولا كبيرا. نعم. باستثناء كانت طبعا القانون الانتخاب مش مثل اليوم. نعم. صوت الواحد كان سبعة عن الدائرة الثالثة في عمان. خمسة مسلمين ومسيحي وشركسي. نعم. فيجب الاتصال مع كافة الجهات ما فيهم الأخوان المسلمين مشان حشد الصوت. نعم. الأخوان المسلمين اعتذروا وقالوا لا احنا مرشحنا جورج حداد. لكن وعدوا أنهم ينقلوا طلبنا للمعنيين. اتصلنا مع كل الناس. نعم. فكان أنه في بعض الجهات اللي الأوساط في الحركة الإسلامية يصعب عليهم أنه يتركوا وعدهم اللي أعطوه جورج حداد. فلكن أرخوا الخيط بحيث أنه شبه معوم لكن المرشحهم الرسمي كان الله يرحمه الأستاذ جورج حداد. نعم. الفخري كان مرشح اليسار وليس القوميين. القوميين كان مرشحهم خليل حدادين الله يرحمه. نعم. اليسار كان مرشحهم أبو أنيس أخوي فخري. نعم. وفتح باب التسجيل للترشيح فراح أمين عام الحزب الشيوعي الأردني يعقوب الزيدين وقدم ورقة للترشيح ليس بقصد الترشيح ولكن بقصد إحراج الحكومة لأنه المادة السادسة الفقرة ها من المادة السادسة تحرم دخول أي حزبي الانتخابات. فكانوا بيعرفوا أنه تحصيل حاصل يعني الرفض حاصل وما راح يترشح لكن الحكومة فاجأتهم بأنها قبلت ترشيحه. فالآن الشيوعيين وعديننا بالدعم وصار في عندهم مرشح صار في عندهم واحد فصار في الإرباك في عند الشيوعيين. عندنا ما صار إرباك احنا. نعم. اللي عليه قرارنا واضح وبنستمر. فصار في حوار بيننا وبينهم انسحب انت لا انسحب انت وكان الله يرحمه ابو خليل يجينا كل ليله بعد العشرة بالليل بعد ما تخف الرجل ونقعد للأربعة الصبح نتحاور. وبتذكر من كلامه انه قال انه كتبت عني لبرافدا وكتبت عني لزفستيا الصحافه السوفيتيه انذاك بأن أنا مرشح الحزب الشيوعي وهلا يعني على المستوى العالمي لا يجوز إنه أنا أنسحب وإحنا قلنا له إنه إحنا شايفين النجاح بعيوننا كيف ننسحب ورصيدنا يعني كبير جدا. نعم. فيعني من الصعب التخلي عنه وقلنا له يعني أنا بتذكر أنا حكيت له بالحرارة كل من ينتخب يعقوب الزيدين سينتخب فخري لكن ليس كل من ينتخب فخري ينتخب يعقوب الزيدين. نعم. الشيوعيين لأنهم كانوا منظمين يعني. نعم. بقرار الكل بيميل هون أو هون
لكن إحنا ما في عنا تنظيم سياسي. نعم. لكن كنا أقوى من التنظيمات السياسية. نعم. إحنا 6 إخوان و4 أخوات. نعم. كنا يعني بمثل لجنة مركزية أو قيادة حزب، فكنا نبحث وكذا والآخر، وكنا يوميا عنا عادة، وين ما كنت أنا آخر الليل لازم أروح على الفحيص عند أبوي وأمي. ونلتقي هناك كل ليلة. نعم. ونبحث الشأن العائلي، الشأن العام، الشأن الأسري، مهما كان. فكانت قراراتنا تصدر من بالإجماع كلجنة مركزية، وكانت قرارات يعني حكيمة وقرارات تنفذ، ما في مماطلة. نعم. أي شيء نقرر عليه يجب أن ينفذ، وكل واحد مكلف بشيء. حلو. فأنجزنا مهمة نيابة أخوي فخري. هذا سنة 89 وفاز بال 89 وفاز وفاز بالانتخابات بإعداد أصوات. نعم. المسيحيين غير مسبوقة. نعم. وأثبت موجودية. نعم. كبيرة وتبين واتضح للناس أنه خلق ليكون نائبا. نعم نعم. حلو جميل. وانت بعدين اخذت ال لم اجيد المهمه مثله، كبر السن والى اخره، وجاءت في مرحله متاخره. لكن يعني فكره انك تنزل للانتخابات يعني كانت من اي منطلق؟ من اي منطلق كنت يعني مصاب بخيبة، مع انك انت بالعمل العام والسياسي وعندك، ما كنت بعيد عن العمل العام ولا كنت بعيد، يعني انا كنت متابع لكن بشيء من البعد. نعم. وليس بعيدا. نعم. يعني كنت أنا على تواصل وعلى علاقات طيبة مع كل الأحزاب. نعم. القومية واليسارية وحتى الأحزاب الدينية. نعم. وهلا راح أحدثك أنه أنا قدت حوار مسيحي إسلامي كان بداية برعاية سيادة المطران وليام الشوملي. نعم. وأنجزنا واستمر هذا الحوار لمدة 2 عامين بجوز، وأنا كنت يعني سعيد وتشرفت بأني أنا أكون عضو فاعل في هذا الحوار. نعم. سأحدثك عنه، لكن في تجربة النيابية أنا وأخوي فخري تعلمت منه الكثير، وتعرفت على الكثير الكثير، إن كان شخصيات أو بعض المواقف أو كذا. كان من أبرز ما سجل أخوي فخري كلمته في الثقة في دولة مضر بدران. نعم. اللي لا زالت الناس تتداولها من خلال. نعم. التواصل الاجتماعي والواتساب وأبرز ما يميز الكلمة أنها كانت واقعية، لم تتعرض لا بتجريح ولا بأي إساءة. نعم. لدولة الرئيس شخصيا. نعم. وكانت يعني تشير إلى مواقع خلل في النظام السياسي، في البنية السياسية وبمسارنا السياسي، فقدم مداخلة جريئة وشاملة ونالت إعجاب الكثيرين، لدرجة أنه بعض الشخصيات اللي أصبحت لاحقا وزراء ونواب نزلوا عن الشرفة وتمسحوا منه. رائع. كانت كلمة رائعة. يعني أنا من أيام قليلة جاءتني عدة مرات من كثيرين الكثيرين برجعوا لها. برجعوا لها أنها كانت تحكي نبض الشارع، المواطن ألمه، كانت تلمس حاجات المواطن، كانت فيها كمان رؤية بعيدة المدى. نعم. كان للإصلاح وإصلاح الشامل كنت أنت كمان. بعدين بدي أقول لك فخري أيضا كان زاهد بالمناصب السياسية، عرض عليه وزير عدة مرات. نعم. وآخر مرة بإلحاح، ويعني كان كل كان هو أولا في مكتبي. نعم. في حكومة دولة طاهر المصري، وعرض عليه قال طيب بتكيش وزير، رشح وزراء، ورشح وزراء وصار. نعم. وزراء. نعم. ورفض، قال أنا بس نائب، ورفض أن يكون وزير. نعم. ويعني كان هو أيضا في قيادة التجمع الديمقراطي. نعم. في داخل مجلس النواب، وهذا التجمع الديمقراطي هم مؤسسوه، فخري وفارس النابلسي وعيسى مدانات وذيب مرجي والنواب. أنت عضو فيه هلأ؟
لا احنا هم في عهدهم في مجلسهم. وانا اخذت هذه التسميه واسست في مجلسنا المجلس 17. نعم. اسست كتله التجمع الديمقراطي. وكنا احنا في ايضا الناس اليساريين والقوميين، يعني بقدر اقول حتى مش اليساريين والقوميين، الناس الوطنيين الحريصين على خدمه البلد. نعم. وكنا مجموعه محترمه. واذكر هذه الكتله استدعانا جلالة الملك في لقاء في قصر الحسينية، وكان مدة اللقاء حوالي ساعة لكنه استمر إلى ساعة ونصف. نعم. تحدثنا بكل جرأة، لم نتحدث بأي قضية مطلبية، تحدثنا كان حديث سياسي. أنا كنت رئيس الكتلة، وأنا من طرفنا أنا قدت حوار الزملاء، وتحدث جلالة الملك بإسهاب، وكان القضية الساخنة قضية التحالف ضد داعش وقضية التدخل البري في سوريا وعدم التدخل. نعم. وكنا إحنا بإصرار ضد التدخل البري في سوريا. والمهم قدنا حوار سياسي ناضج بمستوى عالي ورفيع. جميل. وأيضا سمعت لاحقا أنه جلالة الملك قدر هذا تقديرا عاليا. نعم. وعندما خرجنا خرج معي جلالة الملك وقال لي يعني شكر وامتدحنا وقال لي أنه ظل نلتقي، لكن الظروف لم تساعد بأن نلتقي لاحقا. سعادتك، أنت بنظرك هلا أنت خارج المجلس البرلماني، ما الذي يعيد الثقة الآن بين الشعب والبرلمان؟ يعني هلا الثقة تزعزعت خاصة مؤخرا بعد انه عدم يعني تحقيق ما وعودات بعض النواب اللي كانوا بينزلوا عن ممثلين عن الشعب. فما يعني كيف نقدر انه احنا انت بنظرك تعيد الثقة بين البرلمان والشعب؟ بعدين هل انت بتفكر انك ترجع؟ بفكر اني ارجع؟ نعم، تعيد خبرة يعني النائب. أنا ما طرحت السؤال هذا على نفسي. أو أحد أبنائك مثلا عم بيفكر أنه يخوض التجربة مثلك. هذا يعني عضوية مجلس النواب شرف كبير جدا، وإذا هذا الإرث المشرف نستطيع توريثه لأبنائنا فنحن سنسعى إليه بكل قوانا. وبعتقد يعني أنه أبنائي أيضا من خلال يعني أنا سعيد جدا بأنهم بيرافقوني وين ما رحت، إن كان نعم. عزيات أو ندوات أو كذا وإلى آخره. نعم. وأنا بعتبر يعني من حياتنا وتجاربنا. أنت عندك 4 أبناء. 5. ثلاث بنات. 5. ثلاث بنات وولدين. الولدين بس بنشوف مؤخرا توأمين أنيس ونزار. نعم. وبيرافقوني في كل تحركي. نعم. ما أمكن. نعم. وأنا بعتبر إنه المجالس مدارس. نعم. فكل ما تحركوا معي أكثر، كل ما تعلموا أكثر ولو قليلا. نعم. مش بالضرورة أنه في كل مجلس أنهم يتعلموا إشي، لكن أيضا مش مؤذي حضورهم، وأنا نفسي بقوة فيهم. نعم. بحضورهم. نعم. معي. نعم. فيعني يعني عم بتحس حدا من أبنائك يعني بدي أقول لك يعني بصدق وأمانة. نعم. بحملة الانتخابية اللي شاركوا فيها كانوا هم قيادة الحملة. نعم. لكن صغر السن كان في أكبر منهم يعني. هلا هن كلهم أنهوا دراستهم. نعم. جميعا الخمسة. 5 كلهم تخرجوا من الجامعات. ومنهم من يعمل ومنهم من هو عاطل عن العمل. كمان. أنت ذكرتي مسألة الزواج. نعم. والأبناء والكذا. نعم. أنا تزوجت متأخر. نعم. وسبب الزواج المتأخر لا أقبل على نفسي أن أمد إيدي لأبوي وأتجوز. يعني أنت من الأشخاص اللي يعني لازم تكون نفسك بنفسك وعدم مساعدة الأهل. طيب أبوي قدم اللي عليه وزيادة. نعم. ودرسني دراسة طويلة. هلا تعال الجيل الجديد هلا. فلا يجوز يعني يجوز ويخلف عنهم كمان. لا الأخلاق ولا المروءة تقبل أنه أمد إيدي لأبوي بعد كل العناء اللي عناه من غربتي ومن المصروف علي. نعم. ف
فأنا إذا ما قدرت أكون انت. نفسي ما بدي أجيز كلها. نعم. ويبدو أنهم بيحملوا نفس المعتقد كمان مثل أبوه. نفس الإشي. ما جوزت ولا حدا من ولا حدا متجوز لا. إن شاء الله بتفرح فيهم. الله يخليك. بناتك هلا كمان بناتي خلصوا الدراسة بيشتغلوا. هم يعني كانوا في كندا فترة طويلة درسوا في كندا وعملوا ماسترز علما بأنهم خريجين بريطانيا. نعم كلهم خريجين بريطانيا باستثناء الصغيرة درست في كندا. آه، لكن كلهم خريجين بريطانيا. اثنين منهم عملوا ماسترز. نزار عمل ماستر تخصصاتهم إدارة مشاريع. هندسة مثلا هندسة مدنية. نعم. مهنة أبوهم. نعم يكملوا المسيرة. بدي أقول لك عن يعني ليش خيار الهندسة المدنية. نعم. فنزار بسألني عن ميوله كانت معمارية أكثر. فقلت له يابا المهندس المعماري مثل الجوكر بالشدة وين ما بتحطه بمشي. أيوة. فأنا أبوه كان مهندس مدني. نعم. أنا اشتغلت في تنقيب عن البترول وصرت يعني من خلال مرافقتي لمهندسين البترول أفهم بالشأن النفطي مثل فهمي بالشأن المدني. مدني. واشتغلت بالتجهيزات الطبية واشتغلت بالتجهيزات النفطية واشتغلت بالهندسة المدنية وبالإنشاءات. وجارك كان جاري مكرم العالمي. مهندس مدني اشتغل بالصرافة واشتغل بالهندسة واشتغل بكل شيء. خالك عوني مهندس مدني اشتغل بالسياحة وبالفندقة. نعم. والنقل السياحي. فالمهندس يعني المدني المهندس ما بتخاف عليه وين ما ترمي بيجي واقف. فاقتنع بالفكرة وراح درس هندسة مدنية. وأخته دينا الأصغر منه درست هندسة مدنية. نعم. دينا اشتغلت في شركة إسبانية شركة من أشهر 10 شركات في العالم OHL في مونتريال 3 سنوات في مستشفى كبير. نعم. ووصلت إلى موقع Assistant Site Manager مساعد مدير الموقع. والشركة أخذت مشروع في لندن. فبعد ما تركت الشركة بعثوا لها عرض وراحت من هون على لندن لأن تعمل معهم. نعم. وبعد ما راحت وقعت العقد معهم بلشت تشتغل. أنا ندمت على موافقتي بدي إياها تكون معنا. فقلت لها يا برجاء بخلص العقد اليوم ترجعي. بكرة بترجعي. نعم. هلأ أبنائك كلهم جميعهم هون؟ لا أنيس بالرياض. فبيجي كل ثاني أسبوع. يعني مش حاسين بغربته. نعم. لكن كفانا غربة. أنا اغتربت كثيرا. نعم. والواحد اللي يعني الحجر في مطرحه قنطار. نعم صح مزبوط. الإنسان ثقله في موطنه. فالآن بحاول ألملمهم ورجعهم عندي. ترجعهم على البلد يخدموا بلدهم بما حوت. يعني هذا بلدنا وهذا قدرنا. هو يعني أنا زلمي على الغربة أسبوع. نعم. بعد الأسبوع مثل الولد الصغير بدي أمي. مع أنك في بداية حياتك تغربت يعني تغربت فترة طويلة. لا تعتقد أنها كانت سهلة علي. أكيد. أنا كنت. عشان هيك ممكن هذا. رد الفعل أنك ما بتحب الغربة لأولادك. لا 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 أنا كنت في الغربة لكن عايش في الأردن. نعم. إحنا كنا هاي الغربة كنا نعاني معاناتنا كبيرة كانت. نعم. من الغربة. وخاصة إنه الغربة اليوم مختلفة عن مختلفة الغربة صح. الأول. صح. يعني إن كان بالتواصل. هلا التواصل أسهل على السكايب وعلى الإنترنت. مظبوط. هلا حكينا نحن عن أولادك وإن شاء الله يا ربي بتفرح فيهم ويصيروا عندك كمان أحفاد. يعني إذا سعادتك بتحب إنك تذكر يعني حدا أثر بحياتك بشكل كبير وتعطي يعني هذا مثال إنه كيف أنت تشكلت شخصية سعادة الأستاذ عاطف قعوار يعني من هالشخصية أو من هاي البيئة اللي أنت عشت فيها وتربيت. فنعطي للجيل الحالي كيف يعني تأثير الماضي على الحاضر وعلى المستقبل كمان. الشكر بداية لأصحاب الفضل وأصحاب الفضل بداية في تربيتنا وتنشئتنا وخلقوا منا رجال لخدمة هذا البلد لخدمة أنفسهم لخدمة أبنائهم وعلمونا على الصدق والأمانة. نعم. ونجحوا في مهمتهم باعتقادي أنهم نجحوا في مهمتهم فكل الشكر لهم لرحمة أبوي ورحمة أمي. نعم.
الله يرحمهم. ونوع من التقدير أقمنا لهم احتفال عام 93 ب 23/11 كان عيد زواجهم 50. نعم. وكنا عاملين مفاجأة لهم. جميل. كنا خريجين يعني معركة انتخابية، فخري ما صار فيها نائب. نعم. بقول بالحرف ما صار نائب. نعم. يعني لم يسقط. نعم. بس ما صار نائب. ما صار نائب. نعم. عيد عيد زواجهم كان 50 سنة. 50 سنة عزيز. وإحنا محضرين وحاضرين مين المدعوين اللي بقي منهم على قيد الحياة وحضر عرسهم. نعم. وأصدقائهم المقربين جيلهم. وحضرنا لهم هدايا وحضرنا الكاميرا والفيديو والزهور وكل شيء والكعكة وهدايا قيمة يعني بتتناسب مع ذكرى 50. لكن في يومها أهملناهم، ما اهتمينا فيهم فضايقوا. التهيتوا بالممكن بالضيوف ولا يعني كيف يعني خلقنا شغلات تلهيهم. فأجا أخوي فخري على أبوي قال له يابا البس خلنا نروح نبارك. لا إحنا هيك كنا مرتبين. أنتوا عشان بتحضروا لمفاجأة. يطلعوا ييجوا كل شيء جاهز والمدعوين واصلين. نعم نعم. فقال له يابا روح خلينا نبارك لابن عمنا فريد، إجا ولد سماه مهند. نعم. أبوي امتعض امتعض كثير إنه في عنده مناسبة وخجلان يحكي. نعم. مش طالع معه يحكي. فأخذوا هو رحمة أمي ودار فيهم. فالموعد الساعة 8 يجيبهم، جابهم الساعة 8 كل المدعوين حاضرين كل شيء مرتب. فدخلوا فتفاجئوا. كانت مفاجأة حقا. وكانت فرحتهم كبيرة جدا. حلو. إنه أبنائهم ما نسيوهم. أكيد أكيد. ففي صورة يعني راح أورجيك إياها لاحقا في عيد زواجهم 50 اللي صادف 23/11/93. الله يرحمهم. الله يخليك. فهم أصحاب الفضل بالشكر وبالتقدير. وفي حكيت أنا ذكرت في معرض حديثي صديقي الله يرحمه خالد حددين. نعم. وذكرت أيضا أخوي فخري. هذول نعم. الناس اللي كانوا هم يعني ساهموا في تشكيلة يعني شخصية. الوالدين وأخوي وصديقي في تشكيلة بعضنا البعض، ساهمنا في تبادل المنعة والقوة. نعم. في أن نبني شخصيات بعضنا. نعم. كنت أستلهم القوة من أخوي ومن صديقي خالد. نعم. قلت لك كنت أقول نعم. أنت أنت عكاستي. نعم. نعم. ذكرت هذا الشيء. وصاحب الفضل اللي بذكره دائما بالخير قلت كمال الجرسات. نعم. صاحب الفضل. هذول أصحاب فضل كبير جدا. لكن يعني في مسيرتي كنت معتمد على ذراعي وعلى رأي البدوي، كل من ذراعه من الخام يكسيه. فكنت معتمد على ذراعي ولم أتلقى دعم من أي آخر إن كان قريب أو بعيد باستثناء كمال الجرسات. نعم. طبعا والأهل. هو أكيد سعادتك بدي أسألك سؤال هيك عن مثلا أكثر صفة تزعجك في الآخر؟ بدون ما نقارن بين الصفات، في صفات كثيرة يعني. بس أكثر صفة يعني ما بتحبها بالشخص الآخر اللي بتقابله. يعني شو أقول لك يعني؟ أحياناً الفضول الزائد مزعج للغاية، أحياناً الادعاء بما هو ليس فيه تزعج. يعني في شغلات كثيرة، التبجح والكذا إلى آخره، هاي كلها أمور مزعجة. نعم. ما بتحبها بالأشخاص. ما حد عشان هيك أنت مش صديق للإعلام يعني. أنا مش صديق للإعلام. نعم. لأنه هذا اللي اكتشفته، لأنه حياتك الشخصية غير مكشوفة للإعلام أو للناس يعني. مش لا أنا بالرغم أنه تربطني معهم علاقات طيبة الإعلاميين. منهم كتاب. نعم. الأعمدة علاقة طيبة معهم. نعم الكتاب. نعم. لكن الكتاب الصحفيين يعني بدي أقول لك يعني أنا يوميا نهاري بيبدأ بقراءة الصحف. نعم.
أول ما ببدأ بمحمد خروب وفهد الخيطان ومروان المعشر يعني كلياتهم. نعم بتحب تقرأ لهم كلهم. كنت أقرأ لوزيرة الإعلام الحالية بس الله يسامحها راح صارت وزيرة، لو ظلت إعلامية كان كثير أفضل. لا 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 على الأقل كان لها قراء كثير. نعم فكنت أقرأ أيضا الله يسامحه راح صار وزير شباب محمد أبو رمان. أبو رمان نعم كانوا كتاب يعني جيدين جدا. نعم. كانوا يكتبوا في مادة إعلامية جيدة وكنت متابع لهم بشكل يومي. يعني أنا نهاري ما بيبدأ إذا ما قريت الجرائد. نعم. بعرفش أطلع من البيت إذا ما قريتهم. نعم. فبيجوني أحيانا الساعة 4 الصبح بكون صاحي فبجيبهم بقعد أقرأ. نعم. فمتابع كويس كنت للإعلام لكن الإعلاميين والصحفيين أكيد فضوليين ودائما بحبوا الأسئلة حتى يعني في بعض المواقف صار تشز بيناتنا. نعم بعض الفضائيات يعني جاؤوني ليصوروا اعتذرت ومرة جاؤوني كنت يعني خجول إني أعتذر فراح نزار اعتذر منهم. نعم. قال لهم الوالد ما بيحب ذا وفعلا. نعم. جاءوني عدة مرات هون عاد يصوروا وكانوا يختبوا وراء أسماء كويسة. إحنا تلفزيون أردني فأنا فكر تلفزيون الأردني أقول لهم أهلا وسهلا يطلعوا. نعم. مشتر هم تلفزيون, تلفزيون أردني بس مش التلفزيون الأردني ببالك. فحقيقة. نعم. اعتذرت من لقاءات كثيرة لست في الإعلام ولست مادة للإعلاميين. وتلفزيون نورسات لا أهلا برحب فيكم دائما أنت بتعرفي إحنا أصدقاء يعني أكيد أكيد لا يعني بديري بالك هذا يعني مع أنه الصبغة الرئيسية لنورسات أنه محطة دينية. نعم. وبارح كنت بحكي هو صحيح في برامج دينية لكن هو يعني محطة اجتماعية. أكيد. عامة. نعم. ليست. نعم. سياسية فقط هي ليست سياسية هي لكنها اجتماعية ولا تفرق بين مسيحي ومسلم وفيها. نعم. برامج دينية. نعم. وهذا لا يعيب هاي المحطة. نعم. بتتابعنا يعني أنت كمان بتتابعنا مش دائما بس. نعم. احيانا نعم. احيانا نعم. خاصه في مناسبات. نعم. كنت كان في بدي اعرج على شغله قفزنا عنها وكنت حاب اذكرها في زياره من زياراتي لبيروت حملت رساله الى سياده الكاردينال بشار الراعي. بشار الراعي. ورتب اللقاء صديقي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية كميل حبيب. فرتب اللقاء وذهبت وبرفقتي ابني أنيس. وسلمت رسالة من أجل الحراك من أجل إطلاق سراح طارق عزيز من السجن. هذا كان في العام 83 أو 84 قبل وفاة طارق عزيز. نعم. وعملت من كل قلبي بالعمل من أثناء حضوري للمؤتمرات أو الندوات أني أحكي أحيانا بشكل رسمي وقليلا هذا حصل لكن بشكل جانبي كنت أحكي في مسألة طارق عزيز من أجل إطلاق سراحه من السجن. نعم. وسلمت يعني رسالة لربطة البطريرك بشار الراعي. يعني على أي حال نعود إلى أصحاب الفضل وحكيت لك و اللي شكلوا شخصية شخصيتك وبدنا كمان نعرف من أبنائك. أبنائي اسألي أبنائي شو رأيه في أبوهم من ترى من أبنائك الأقرب لإلك كلهم نعم إحنا أصحاب. هو هذا سؤال صعب يعني. لا 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 يعني بدي أقول مثل علي بن أبي الغريب حتى يعود والمريض حتى يشفى. لا كلهم نحمد الله بصحة جيدة وبيكونوا كلياتهم إن شاء الله مكتملين عندنا في البيت هنا إن شاء الله يا رب ونكون دائما على قلب واحد ويد واحد. زوجتك كمان كيف كانت خلال مسيرتك الحياتية الشريك كمان شوفي ما ذكرناها خلال الواحد حديثنا. يعني عادة
عادة ضعيف بحق نفسه، أنه يمدح حاله ويمدح زوجته ويمدح، كانوا الكل يعني سعينا في وأنا أنه نربي أولاد صالحين، ننشئهم تنشئة طيبة ونعلمهم تعليما حسنا، ونضعهم على أدراج الحياة ليواجهوا مستقبلهم بكفاءة. باعتقادي يعني منذ نشأتي ونشأتها يعني، أنا كنت باعتقادي ابن جيد، وكنت أخ جيد، وكنت صديق لأصدقائي جيد، وكنت زوجا جيدا وأبا جيدا ومواطنا صالحا. فهذا كل ما أسعى إليه. نعطيك الصحة سعادتك يعني. وأنت كمان يعني في برنامجنا قامات وطنية، فاختيارنا لسعادتك لأنه لك بصمات واضحة في المجتمع الأردني من خلال إنجازاتك، من خلال أفكارك، من خلال طموحاتك وغيرتك على بلدك. فهذا هو كمان يعني شيء نفتخر فيه من أبناء الأردن، وتكونوا مثل يحتدى فيه للجيل الحاضر والمستقبل أيضا. في النهاية بدي أقول لك باقة ورد لمن تهديها؟ باقة واحدة؟ باقة واحدة. طيب إذا بفاصلك بتزيديهم سويهم ثنتين ثلاثة؟ يعني نعمل باقتين. أصحاب الفضل، لا أصحاب الفضل أقدم باقة الورد، أقدم لوالدي الله يرحمهم، الله يرحمهم، لأخي فخري يعطي الصحة يا رب، الله يحفظك، لأصدقائي المرحوم خالد حددين، لصديقي نزيه أبو نضال، وهذول الناس اللي كنا إحنا دائما على تواصل، وبعتقد ساهمنا كثيرا في تشكيل شخصيات بعضنا البعض. نعم. وكل شكر لهم، وأجمل باقة ورد لهم. الله يخليك ويخليهم ويعطي الصحة للموجودين، ويرحم اللي غادرونا لديار السماوية. الله يخليك، يعطيك الصحة سعادتك كمان، وتضلك أنت هيك منارة كمان. شكرا لأهل الجيل الحاضر، أنك تضلك بصماتك موجودة، فربنا يخليك. وشكرا لكثير لهاللقاء. شكرا لكم. حاب تحكي كلمة أخيرة في لقائنا؟ الأخيرة لكم بوجهها تحية طيبة، وإحنا بنعتز فيكم وبنعتز في أدائكم، والله يوفقكم، وإحنا جاهزين للدعم في كل وقت. الله يسعدك يا رب. تسلم. إحنا واجبنا. وللحقيقة هذا هو يسجل، إنه تقومي بدور يعني إعلامي جيد، فأنا بهنيكي أولا وبحييكي، والله يوفقك. تسلم. شكرا لإلك. شكرا. شكرا لإلك لاستضافتك في هذا النهار كمان، لهالحك يعني الكلام الجميل اللي كله حكمة تعلمنا منه، حتى اللي قائمين على الحلقة من المصورين ومن المخرجين، أكيد بيستزيدوا وبتعلموا لأنه كلهم شباب في بداية حياتهم كمان، فحلو أنهم يستمعوا لهالحكم ولهالخبرات لهالمبادئ وهالأفكار. فشكرا لك. شكرا لكم انك شاركتنا في هذا الشيء في مسيرة الحياة. شكرا لكم، وشكرا لوقتكم، وشكرا لنورسات، ونأمل ظل على تواصل. لا تعملوها يعني بيضة الديك. لا لا لا، اكيد اكيد نحن على تواصل بكل المناسبات الاجتماعية والدينية والثقافية. اكيد بدنا نختم حلقتنا. ف شكرا لسعادتك على هذا اللقاء، وأنتم أعزائنا المشاهدين نشكر لكم متابعتكم، وإلى لقاء آخر في حلقة أخرى من قامات وطنية.